السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم بهذه التغطية الخاصة حول الانتخابات الرئاسية في إيران. هذه الانتخابات اللي كانت مقررة في ربيع عام 2025، ولكن استشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية في إيران السيد إبراهيم رئيسي عجلت من هذا الأمر. 80 متقدم على الانتخابات الرئاسية والترشح للانتخابات الرئاسية، بقي 6 وانسحب 2، العدد الآن الباقي 4 مرشحين لهذه الانتخابات المهمة والمفصلية جدا، خاصة بأحداث المنطقة المتوترة. أحبة المشاهدين، قبل ما نبدأ تغطيتنا لهذا اليوم خلونا نشاهد هذا التقرير وراجعين. الانتخابات الرئاسية الإيرانية هي انتخابات تجرى في إيران كل 4 سنوات لتحديد رئيس البلاد من خلال التصويت المباشر من قبل الشعب. يتولى مجلس صيانة الدستور مسؤولية التحقق من مؤهلات المرشحين للانتخابات ومراقبة الانتخابات. بحسب المادة 117 من الدستور الإيراني، فإن فوز أي مرشح في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يتطلب الفوز بالأغلبية المطلقة، أي يجب على المرشح أن يفوز بأكثر من 50% من أصوات المشاركين. أجريت الانتخابات الرئاسية في إيران حتى الآن 13 مرة، وقد انطلقت عام 1980 وآخرها جرت عام 2021. نسبة المشاركة الشعبية فيها على مدى العقود تعتبر كبيرة في أغلب الأحيان، إذ لم تقل نسبة المشاركة عن 50% في جميع الانتخابات من عام 1980 إلا مرة واحدة، إذ شهدت الدورة الانتخابية 7 النسبة الأكبر بالمشاركة، إذ تجاوزت 79%. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين بعد ما شاهدنا واستمعنا هذا التقرير حول الانتخابات الإيرانية وتاريخ هذه الانتخابات التي بدأت عام 1980. راح نتناقش حول أهمية هذه الانتخابات والكثير من التفاصيل حول الانتخابات مع ضيوفنا الأكارم في الاستوديو، الأستاذ كاظم الحاج الباحث في الشأن السياسي، أهلا وسهلا بك. حياكم الله سيدي. وأيضا الأستاذ سعيد البدر المحلل السياسي، أهلا وسهلا بك. ونرحب بضيفنا من العاصمة الإيرانية طهران دكتور عباس خاميار، أكاديمي وباحث سياسي، أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. أبدأ مع الأستاذ كاظم الحاج. انتخابات كانت مو بالحسبان، كان الشعب الإيراني، القيادة الإيرانية تنتظر ربيع عام 2025. هل هذه الانتخابات المستعجلة بسبب استشهاد السيد رئيسي ستؤثر بقرارات إيران الخارجية، العلاقات الدولية، الوضع الداخلي في إيران، أو الأمور عادية وماشي؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك السيد الفاضل وللأخ العزيز أستاذ سعيد ولضيفكم من طهران دكتور عباس، طبعا أكيدا لمشاهديكم الكرام. ابتداء، حقيقة هناك تغير جوهري حدث في السياسة الإيرانية بعد حادثة المطار، بمعنى وصول السيد رئيسي إلى سدة الحكم كان نقلة نوعية في طبيعة السياسة الخارجية. رغم أنه يحسب على الإصلاحيين، لكن هو انتهج السياسة تختلف عن المحافظين، هو انتهج السياسة تختلف عن المحافظين بإيجاد قاعدة للتوازن بين توجهات الجمهور الإيراني. طبعا الجمهور الإيراني يتحرك بذكاء حقيقة، لأنه أحيانا يذهب باتجاه دفع الإصلاحيين
رؤية قدرتهم على تطبيق ما يرفعونه من أهداف وشعارات، ومن ثم وأحيانا كثيرة يذهب باتجاه المحافظين. يعني ممكن نشاهد المواطن الإيراني في الانتخابات السابقة ينتخب محافظ، والانتخابات القادمة ممكن ينتخب إصلاحي. نعم حسب المصلحة حسب البلد، حسب ما يرفع من أهداف وشعارات. وهنا تحديدا استشهاد السيد الحاج قاسم سليماني أدى إلى أن يكون هناك سياسة جديدة يعني تطرح او يعني تطرح لاول مره على الشارع الايراني، وراينا السيد ابراهيم الرئيس رضوان الله تعالى عليه نجح بشكل كبير جدا في السياسه الداخليه والسياسه الخارجيه. على المستوى السياسه الداخليه كانت هناك طفره كبيره جدا على مستوى الاقتصاد، مستوى تقديم الدعم الحكومي الذي الاصلاحيون رفعه سابقا في زمن السيد الشيخ روحاني، رفعوا الدعم عن بعض المواد الاساسيه بالنسبه للمواطن العراقي، السيد الرئيسي اعادها وهذه تحسب للمحافظين، وحتما انها ستؤثر الان في مساله الانتخابات. ما حدث من حادث ماساوي في حادث الطائره، حتما ان الثلاث سنوات الا التي كانت لسياسة السيد رئيسي ستكون حاضرة في هذه التصويت في هذه الانتخابات، بمعنى أنه الإصلاحي والمحافظ الذي سيذهب إلى التصويت ستكون الفترة هذه بمنجزاتها سواء كانت الداخلية أو الخارجية ستكون حاضرة، سواء المصوت كان إصلاحي أو محافظ ذاهب باتجاه التصويت. وأيضا طبيعة السياسات الخارجية التي نجحت بها حكومة السيد الرئيسي في مستوى العلاقات الخارجية سواء كانت مع باكستان أو حتى مع أفغانستان طالبان أو مع السعودية والضفة الأخرى من الخليج، كانت أيضا سياسة ناجحة وانعكست أيضا بصورة إيجابية على الداخل الإيراني. الثابت الآن على أنه من يذهب باتجاه رؤية الإصلاحيين لمحاولة تحسين الواقع الداخلي هو يعتمد على الخارج، بمعنى أن الإصلاحي الآن يرفع شعار العلاقات يعني كما صرح بازشكيان أنه يجب أن يكون هناك علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، هسه هذا الوجوب محل نقاش، لكن هل هو قادر على أن يكون هناك التخلي عن ثوابت العلاقة بين الطرفين، بين الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة وبين الولايات المتحدة الأمريكية والغرب؟ هناك ثوابت وثوابت متبادلة. بمعنى أنه ثوابت لدى إيران وثوابت دستورية، مسألة نصرة المستضعفين ومسألة القضية الفلسطينية التي هي مبدأ عقائدي بالنسبة للجمهورية الإسلامية، ليس فقط نصرة المستضعفين، وبالتالي هي أيضا كذلك بالنسبة لمحور المقاومة. بالمقابل الكيان الإسرائيلي نستطيع أن نقول أنه مبدأ عقائدي وفق الرؤية الأمريكية والغربية، وبالتالي الوجوب بإيجاد علاقات بين الطرفين لابد أن يكون هناك تنازل بين أحد المحورين، وبالنسبة لمحور الجمهورية الإسلامية والمقاومة هذه مبدأ عقائدي لا يمكن التنازل عنه. من جانب آخر مسألة أن يكون هناك فوز للمحافظين، وهذا أمر مرجح ومطروح لحد الآن، حتما أن سياسة السيد الرئيسي هي التي ستكون حاضرة، وهناك دعم من شخصيات مؤثرة في الجمهورية الإسلامية بأن تكون الحكومة القادمة تسير على نفس المنهج، وبالتالي منهج السيد الرئيسي سواء كان الفائز إصلاحي أو محافظ، وبالتالي الوصول إلى الأهداف الرئيسية التي رفعت أثناء تولي السيد الرئيسي لرئاسة الجمهورية. نعم، انتقل الآن للأستاذ سعيد البدر المحلل السياسي، نرحب بك من جديد بهذه التغطية الخاصة. أهمية الانتخابات في ظل منطقة مشتعلة بقضية غزة، قضية التهديدات الصهيونية على لبنان، قضايا كثيرة في المنطقة، أهمية هذه الانتخابات وتأثيرها على قضايا المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولضيفكم الكريم أستاذ كاظم ولضيفكم أستاذ عباس أيضا ولجميع المشاهدين الكرام. حقيقة ونحن نتحدث عن الانتخابات الإيرانية وأهمية هذه الانتخابات تنطلق من جملة من التحديات، هذه التحديات ترتبط بوضع إيران المحوري في المنطقة وأيضا الملفات الداخلية والتحديات التي تعيشها إيران. إذا طلعنا على رسالة السيد قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنائي صباح هذا اليوم بضرورة أن يكون الشعب الإيراني على مستوى التحديات وأن يخرج وأن يبعث برسالة للعالم بسلامة النظام الإسلامي، دعم هذا النظام ودعم رؤية هذا النظام الذي يقف مع المستضعفين ووجه المستكبرين. القضايا اللي تطرح اليوم طبيعة علاقة إيران بالخارج، هل نستمر بما بدأه السيد إبراهيم رئيسي رحمه الله أم أننا نمتلك رؤية أخرى؟ يعني اليوم حتى رسائل الإخوة
أو المتنافسين في الانتخابات. سعيد جليلي تحدث عن ضرورة منع تكرار حكومة روحاني التي اعتبرها متماهية مع الغرب والتي أنتجت الاتفاق النووي، والذي يقول نصا أنه لم يفد الإيرانيين في شيء، بينما بازكشيان يتحدث عن قضية هل نبقى منغلقين أم نعالج هذه العلاقة مع الأمريكيين. هذا على مستوى واحد من التحديات التي ينبغي أن يبت فيها المرشحين وأن يعيشوها. السيد الخامنائي حفظه الله في خطابه يؤكد على، وهذا المعروف والثابت في سياسة الجمهورية الإسلامية باعتبار أن مرشد الثورة هو الشخص المعني الأول في رسم السياسة الخارجية والثابت منها والمتحرك فيما يتعلق بعلاقة إيران بمحيطها. يتحدث عن أن الأقرب هو من يؤمن بثوابت هذه الثورة. طبعا احنا اليوم نتحدث ومن الأقرب، احنا خلينا نتحدث بعد ما كملت. أقول احنا هؤلاء سواء كانوا إصلاحيين أو أصوليين هم أبناء الثورة، هم من الأجيال التي عاشت الثورة والتي دعمتها، لكن اختلاف الرؤى وما ينسجم من هذه الرؤى مع سياسة النظام الإسلامي هو الذي يسود. إذ بالبرامج يعني اليوم الشعب الإيراني من يتحدث عن علاقة مع أمريكا طبعا وفق ثوابت الجمهورية الإسلامية أو من يتحدث عن عداء أمريكا وفق ثوابت الجمهورية الإسلامية هم بالنتيجة يراعون مصلحة هذا النظام وهم جزء من هذا النظام ومن حالة النظام. فالتحديات الكبيرة التي يواجهها المرشحين أو الذين سيفوزون بالرئاسة ستتلخص بثلاثة محاور، هي العلاقة مع أمريكا، المتغيرات التي تحدث في المنطقة وحالة الصراع مع الكيان الصهيوني التي تصل مرحلة كبيرة من التوتر بإعلان الكيان الصهيوني أنه سيقضي على حماس وغزة ويتوجه لحرب مع اللبنانيين، وبعد ذلك حتى الشعارات التي ترفع والأدبيات التي يرفعها الصهاينة بأن لهم دولة من النيل للفرات، وهذا تهديد وجودي بالتأكيد لكل الدول اللي موجودة في المنطقة، وما نتحدث عنه هي سايكس بيكو جديدة، وهذا هو يعني محسوب حساباته في السياسة الخارجية الإيرانية في التعاطي مع هذين الملفين المهمين. بقي لدينا ملف بريكس، الطاقة، العلاقة مع الحلفاء، الحلفاء إيران بلد محوري لديه علاقات، هل يسير بهذه السياسة الناعمة التي انتهجها السيد إبراهيم رئيسي والتي علاقة متوازنة ببناء علاقات مع المحيط، مع يعني بلدان الخليج، مع البلدان المحيطة، مع السعودية بالضبط، مع بريكس ومع البلدان الأخرى التي هي بالتأكيد محور معادي للولايات المتحدة الأمريكية، مع خصوصية محور المقاومة والقوى اللي موجودة في بلدان غرب آسيا اللي من ضمنها العراق ولبنان وسوريا واليمن وإلى آخره، وبلدان أخرى أيضا تعادي أمريكا بنفس النهج. فمن سيحافظ على هذا بالتأكيد سيكون صاحب الحظوة أو الأقرب للانسجام مع رؤية النظام، ولا توجد فيتوات من المرشد الأعلى على الأشخاص الذين وصلوا، والفيتوات مرحلة تنتهي. كمحلل سياسي من هو الأقرب لهذا النهج؟ أنا يعني أنا قلت كلهم أبناء الثورة، لكن كما يسوق ويصدر والفهم السائد لدى الشارع الإيراني أن قاليباف وسعيد جليلي هم الأقرب لهذه الرؤية باعتبار من ينتمون للمعسكر الأصولي وهم بالتأكيد ضمن جبهة واحدة، وهذا ممكن في إذا أردنا أن ننتج رؤية نقول أن أصوات الأصوليين ستتشتت مقابل أيضا اجتماع، إذا ما اجتمعت وخرج المقاطعون وذهبوا باتجاه مسعود بازكشيان فإن حظوظه ستكون مرتفعة وأصواتها أعلى في عموما هي بعد الجولة الثانية سيكون مرتفع. هي لن تحسم الأمور في الجولة الأولى بكل تأكيد على الأكثر، ومن يريد أن يحسمها بالجولة الأولى يحتاج إلى تعبئة أكثر مما هو موجود لحد الآن، وحسب المؤشرات النسب لا زالت يعني متوسطة. نعم، أنتقل الآن للدكتور عباس من طهران. رحب بك دكتور من جديد. شكرا جزيلا، تحية لك ولضيفيك ولكل المشاهدين أينما كانوا وأينما وجدوا. أهلا وسهلا بك دكتور. اليوم أنت قريب على الحدث وحدث الانتخابات في المدن الإيرانية وفي العاصمة طهران، كيف عاش الإيرانيون أجواء الانتخابات؟ هل هناك تنافس كبير بين المرشحين وبين أنصار المرشحين، أو انتخابات نعتبرها هادئة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشير الى نقطه، ربما هذه النقطه تمهد لاستمراريه البحث باكثر موضوعيه. اليوم يجب ان نضع جانبا الرؤيه والقراءه التقليديه للمجتمع الايراني سياسيا.
يعني عندما نصنف إيران المجتمع أو الشعب الإيراني بأصولي وعفوا إصلاحي، هذه قراءة تقليدية. الآن في المعسكر الإصلاحي هناك تيارات متعددة متباينة متماسكة، بعض الأحيان متفرقة، بعض الأحيان في المعسكر الأصولي كذلك هناك تيارات متعددة، هناك تيار كبير يوجد على الساحة ونشط جدا يعتبر نفسه تيارا وسطيا، هناك تيار آخر يعتبر نفسه تيار يعني مستقل، فتيارات متعددة. الرؤية وأكبر دليل هو عدم التنازل المرشحين الكبيرين الذين ينتميان إلى تيار الأصوليين بالمعنى العام، عدم التنازل أحدهم للآخر، وحتى لو كانوا يتنازلون ممكن أنصار هؤلاء لن يتنازلوا ولن يقبلوا هذا التنازل، ولذلك يجب أن تكون قراءة جديدة للواقع الإيراني الجديد وخاصة في العقد الأخير. النقطة الثانية، هذه الانتخابات تأتي في ظل يعني في ظل مصاب أليم وقع على الشعب الإيراني، وفي ظل وضع إقليمي متدهور وغير مستقر. مجرد أن تقيم الانتخابات يعني على أساس الدستور بهذه العجالة وبهذه الطريقة الدستورية والحقوقية والقانونية بهدوء كامل، وحتى لن ينزف دم قطرة دم من أحد، على مسافة إيران المتنامية الأطراف وبكل أطيافها ومذاهبها وقومياتها وتنافسها وانقسامها الإيجابي، أنا أتحدث في مجال انتماءاتها السياسية، أو بعبارة بهذه التعددية الكبيرة للرؤى، تعددية الرؤى بالنسبة للعلاقات الخارجية، بالنسبة للوضع الداخلي، بالنسبة لنوع النظام، القراءة الجديدة للدين وللتعاليم الدينية. في ظل هذه يعني المواقف وفي ظل هذه التحديات، أن تقام انتخابات والاستحقاق الانتخاب الرئاسي بهذه الطريقة السلسة وبهذا الهدوء، هذا بحد ذاته يعتبر إنجاز كبير، وإنجاز كبير، ويؤكد نعم على دكتور. بأن ويؤكد على أن الجمهورية الإسلامية الحقيقة هي دولة، هي مؤسسات. أنا أحترم آراء الأخوة الضيوف، نعم. وكانت جيدة جدا يعني، ويعني وخاصة كانت واقعية، ولكن أنا أريد أن أقول ليس كل شيء بيد الإمام الخامنئي أو السيد القائد حسب الدستور أو ولي الفقيه. هناك هذه الوظائف وهذه الواجبات الدستورية هي تقرر مدى دور القيادة، وفي نفس الوقت طبعاً. كما نعرف هناك مؤسسات متعددة، هذا الدور الذي يقوم فيه القائد يسير في اتجاهه الدستوري، وهذا الدستور واضح. المؤسسات المتعددة، المجلس الأمن القومي، مجلس الشورى الإسلامي، مجمع تشريع، دكتور عذرا على موضوع نتوقف على نقطة، كل هؤلاء لهم دور في صناعة القرار. نعم دكتور عباس إذا تسمح لي. والإشراف والمنسق العام يكون ولي الفقيه. نعم دكتور، الهدوء الذي الآن نشاهده بالانتخابات الإيرانية، هل ممكن نعتبره هو نتيجة لتشتت وضعف المعسكر الإصلاحي؟ لا، هو حراك. لا أعرف لماذا تقول الهدوء. أنا أقول الهدوء من الناحية الأمنية، لكن ليس هدوء. أنا قصدي الهدوء بالتنافس الانتخابي. أنا أقول من الناحية الأمنية نعم هدوء يسود كل المجتمع، يعني هذا الرقي الذي شاهدناه على مدى الأسابيع الماضية بالنسبة للمنافسة الانتخابية الحثيثة بين هذه التيارات، هذا كان حراك كبير، حراك سياسي كبير. قسم من الناس لا تريد أن تشارك في الانتخابات، والإعلام، مئات من المحطات التلفزيونية الناطقة باللغة الفارسية من الخارج توجه
هذا الشعب بكل ما تملك من طاقة ومن أموال ومن 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 دعم حتى وتشن حرب نفسية وحرب إعلامية بأن هذه الانتخابات هي ستكون مزورة، وهذه الانتخابات هي في النهاية يعني مهندسة إن صح التعبير. لكن تأتي كل قيادات الإصلاح وكل رموز المعارضة في الداخل وتؤكد بأن هذه الانتخابات هي انتخابات نزيهة، النتائج نزيهة، المنافسة حقيقية، وتطلب من الشعب أن يدخل، وتدخل من الفئة الرمادية أن تدخل هذه مراكز الاقتراع. هذا يدل بأن هناك حقيقة هدوء وهناك رقي. نعم دكتور عباس، حعود إليك أكيد بالوقت القادم. ولكن عفوا في نفس الوقت هناك منافسة قوية. هذه المنافسة أبدا لا يجب أن يستهان بها، ونحن في الشارع الإيراني نشاهد هذه المنافسة بكل أبعادها وبكل قوتها وبكل تحركها. نعم دكتور، أكيد راح نرجع إليك. أنتقل الآن إلى الأستاذ كاظم الحاج. تكلمت بنقطة معينة أن المرشح الإصلاحي بازشكيان دعا لتحسين العلاقات مع واشنطن بهدف رفع العقوبات الصارمة. قبل 72 ساعة وأكثر بقليل الإمام الخامنئي لديه أيضا تصريح انتقد بعض رجال السياسة الإيرانيين الذين يعتقدون أن كل الطرق التقدم تمر على أمريكا. يعني كيف تصف أنه يعني هذا، هل هو رد أو عموما أنه هذه نقطة رئيسية وجوهرية أنه لا علاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا استمرت بنهجها الحالي؟ هناك واقع وهناك طموح، ربما طموح يعني أحلام. الواقع أنه الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها إلى هذا اليوم أكثر من 44 سنة ثابتة على مواقف محددة، وهذه المواقف تحولت إلى مواد دستورية، وبناء على هذه المواد الدستورية تحولت إلى مؤسسات موجودة في الدولة الآن. يعني على سبيل المثال فيلق القدس، نعم على سبيل المثال، والمواد الدستورية مثلا نصرة المستضعفين، وأيضا محاربة الاستكبار العالمي. فضلا عن الواقع الذي نتحدث عنه، الواقع الذي نتحدث عنه أن الجمهورية الإسلامية الآن هي قلب وداينمو لمحور مقاوم، وهذا المحور الآن أصبح واقع ويغير صورة ويرسم صورة جديدة الآن على مستوى الشرق الأوسط. وهذه الصورة وهذا الواقع وهذه المبادئ وهذه المواد الدستورية تتقاطع بصورة كاملة مع رؤية الولايات المتحدة الأمريكية للشرق الأوسط وللعالم بصورة عامة. تحدثنا عن قبل قليل على أن فلسطين بالنسبة لي، هسه خلنا نحصرها للشيعة تحديدا، هي مسألة عقائدية. هناك إمام منتظر، وإن شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى سيعجل بظهوره، والمعركة الأخيرة تحدث على أرض فلسطين، والانتصار الأخير على الحروب على الجيوش الصليبية تكون في فلسطين، ومنها تذهب وتقام دولة العدل الإلهي. هذه عقيدة بالنسبة لنا، والبعض من أخوتنا في المذهب السني يؤمن بهذه العقيدة. بالمقابل وجود الكيان الإسرائيلي للتعجيل بنزول المسيح عقيدة أيضا للجانب الآخر، يعني معركة وحرب عقائدية، هذا من جانب أساسي منها. نعم هذه الرؤية يعني الأمريكية الغربية الصهيونية الماسونية بصورة أشمل تتقاطع بصورة كاملة، يعني نقيضان، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. وبالتالي عندما نجد تصريح أشرنا إليه في بداية الحلقة أنه يجب أن يكون هناك علاقة، الطموح الذي يتحول إلى أحلام، أنه البعض في الداخل الإيراني من قبل المسؤولين يتخطى هذا الواقع، يحاول أن يقفز على هذا الواقع ويريد أن يرسم علاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية مع الغرب. أستاذ حاج، هذا دليل أنه هناك حرية بالترشح. مجلس صيانة الدستور ممكن إذا شاف هذا الشخص يصرح بهذا التصريح ممكن ما يخليه يترشح. لا طبعا، حريات يعني الفكرية الأيديولوجية مكفولة. نعم هو دليل ما نتحدث به الآن، هو قبل ما نتحدث به الآن. أقول أن القفز على الواقع ومحاولة مثلا نسعوا في الولايات المتحدة الأمريكية، عندنا فرنسا وعندنا بريطانيا. فرنسا موقفها واضح من الجمهورية الإسلامية ومما يجري في المنطقة، وكذلك بريطانيا. أن تقيم علاقة
مع الغرب بصورة عامة بهذه المسميات إضافة إلى مسميات أخرى يكون يعني بشرط أحد الطرفين يتنازل أو يتساهل عن مبادئه وثوابته. وبالنسبة لنا كما قلنا قبل قليل بالنسبة للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة هذه عقيدة ومبادئ لا يمكن التنازل عنها. الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها براغماتية وتذهب باتجاه المصالح وأيضا تذهب باتجاه مثلا فرنسا أو بريطانيا أيضا مصالحها، لكن هناك لديها أيضا محددات ومحدداتها ثوابت. يعني دعم الكيان الإسرائيلي، يعني لاحظنا البارحة تابعنا المناظرة اللي صارت بين بايدن وبين ترامب، يتصارعون على من أكثر سيدعم الكيان الصهيوني. لا يعني واقع الحال الآن الجمهورية ومحور المقاومة وفصائل المقاومة الإسلامية في قطاع غزة لا تحارب الإسرائيليين، تحارب الولايات المتحدة الأمريكية، ويحارب الولايات المتحدة الأمريكية يحارب الناتو. هذا واقع حال، هذا الذي نقول عنه طموح يتحول إلى أحلام وليس طموح يتحول إلى أهداف حقيقية. بالمقابل ونرجع إلى الداخل الإيراني، الداخل الإيراني الآن الشخص الذكي الأكاديمي المفكر عندما يفكر بواقعية يرى أن دعم المحافظين أو الأصوليين هو الأرجح وهو الأكثر واقعية في هذه الفترة، في هذه الحالة، في هذه الظروف الإقليمية على مستوى الداخل الإيراني وحتى على مستوى العلاقات الخارجية. يعني لا يمكن أن يكون هناك الملف النووي، لا يمكن أن تقبل به الولايات المتحدة الأمريكية بثبات المواقف بالنسبة للجمهورية الإسلامية. لابد أن يكون هناك تغيير. العلاقة مع السعودية لا يمكن أن تكون علاقة مستقرة وثابتة إن لم يكن هناك تحديد لمواقف العلاقة بين اليمن والسعودية. هذه متغيرات. بالنسبة للعراق احنا الآن في خضم ايضا صراع، ايضا لدينا يعني صراع مع وجود امريكي. هذه المتغيرات الإقليمية حتما، وأن نتحدث عن العراق باعتباره جارة لإيران ويؤثر ويتأثر بما يجري في إيران، بمعنى أنه من يفكر بواقعية يذهب باتجاه الأصوليين المحافظين لأنه سيتحرك على أرض الواقع وفق السياسة الداخلية، لا سيتحرك داخليا وخارجيا وفق الواقع الموجود الذي ترسم على أساسه العلاقات بين العالم ودول العالم. نعم أستاذ. طبعا أحبتي المشاهدين الآن سننتقل إلى الشاشة الرئيسية للتعرف على المرشحين في هذه الانتخابات الرئاسية. أربع مرشحين، واحد من المعسكر الإصلاحي وثلاثة من المحافظين. طبعا أحبتي المشاهدين المرشحين، نتكلم على المرشح الأول وهو محمد باقر قاليباف، هو رئيس مجلس الشورى الإسلامي الحالي وهو سياسي من تيار المحافظ وعميد في الحرس الثوري وشغل مناصب عدة في الجيش والشرطة الإيرانية وعمل قائدا لجناح القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني وشغل منصب عمدة طهران. لدينا أيضا مسعود بازشكيان وهو يشغل منصب نائب تبريز في البرلمان وهو من الإصلاحيين، هو الإصلاحي الوحيد في هذه الانتخابات، شارك سابقا وفشل بالحصول على الأغلبية في الأصوات في الدورة الثامنة والتاسعة بالبرلمان، وفي الولاية العاشرة كان النائب الأول لرئيس المجلس وتولى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في الحكومة الثامنة. مصطفى بور محمدي وهو رجل الدين الوحيد المرشح في هذه الانتخابات الرئاسية وهو محامي وسياسي أيضا، شغل منصب وزير العدل في الدورة الأولى لحكومة الرئيس روحاني في الفترة بين 2013 إلى 2017. لدينا أيضا سعيد جليلي وهو ولد بمدينة مشهد ولديه حقيقة حظوظ كبيرة جدا بالفوز بهذه الانتخابات، ولد في مدينة مشهد ودرس في جامعة العلوم والصناعة بطهران في العاصمة وحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة الإمام الصادق عليه السلام في طهران، وكان جليل رئيس فريق التفاوض النووي خلال الفترة التي فرضت فيها أشد العقوبات الأمريكية على طهران. وفي عام 2008 عينه المرشد بمنصب كبير جدا وهو ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي وهو أعلى مجلس أمني في طهران. طبعا أحبتي المشاهدين، هؤلاء الأربعة الذين بقوا في السباق الانتخابي كان حقيقة
شخصيتين ايضا يعني قبل ترشحهم من مجلس صيانه الدستور، وهو علي رضا زاغاني وهو سياسي اصولي من مواليد العاصمه طهران يشغل منصب العمده فيها. ما راح نتكلم بمعلومات كثيره بسبب انسحابه قبل ساعات من اجراء الانتخابات الرئاسيه. هناك شخصيه اخرى ايضا رشحت وقبلت من مجلس صيانه الدستور وهو امير حسين قاضي زاده، ايضا طبيب وسياسي اصولي ايراني، انتخب نائبا في مجلس الشورى الاسلامي عن مدينه مشهد. ايضا ما راح نتكلم عن مناصبه وعن انجازاته، فايضا اختار موضوع الانسحاب. كانوا سته، خمسه من المحافظين وواحد من الاصلاحيين، انسحب اثنين من المحافظين، بقي ثلاثه محافظين واصلاحي واحد. احد المنسحبين وهو علي رضا زاغاني قال انسحبنا من اجل اليوم معسكر الثوره او بقاء الثوره الى اخره. يعني من خلال تصريحاته هناك ميلان كبير جدا على المرشحين المحافظين. اغلب الكلام، اغلب التحليلات تقول انه في هذه الجوله لن يستطيع اي مرشح الحصول على 50% زائد صوت واحد للفوز بالانتخابات. ايضا احنا مقبلين على جوله اخرى يختارون اعلى شخصيتين. الان الخبر العاجل انه هناك تمديد لوقت الانتخابات في هذا اليوم. احبتي المشاهدين، مكملين تغطيتنا لهذا اليوم ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. انتقل للاستاذ سعيد البدر المحلل السياسي. استاذ سعيد، شفنا سيره المرشحين، يعني اذا كان اليوم المواطن الايراني يتمنى انه هناك ليونه مثلا بالتفاوض النووي او شخص خبير بالتفاوض مع الغرب، ممكن يختار سعيد جليلي. اذا اراد شخصيه سياسيه قاليباف موجود، اذا اراد انه شخصيه ممكن إصلاحية أيضا موجود شخصية إصلاحية. اليوم أكو تنوع بالمناصب، تنوع بالتخصصات من المرشحين. الأفضل اليوم كمحلل، ونحن ليس إيرانيين ما نستطيع أن نختار شخص، بنظرك الأفضل اليوم للمواطن الإيراني؟ حقيقة ونحن نتحدث عن خيارات المواطن الإيراني، يجب أن نضع نفسنا في مكان المواطن الإيراني. هذا المواطن اللي حقيقة الأخ الزميل من طهران تحدث عن أنه نبتعد عن الرؤية التقليدية وأن ننظر إلى الأمور مثل ما هي بشكل آخر. إيران ليست منقسمة بين إصلاحيين وأصوليين يعني بهذا التفصيل، بل هناك حتى داخل الإصلاحيين هناك أكثر من معسكر، وبين الأصوليين هناك أكثر من معسكر وأكثر من وجهة نظر. إذا أردت أن أضع نفسي مكان المواطن الإيراني، هم المواطن الإيراني اليوم هو ما يتعلق بمعاشه ووضعه، وهذه واحدة من أهم الأولويات لدى الشعب الإيراني. المرشحون ركزوا على ذلك من خلال رسائلهم ومن خلال دعايتهم الانتخابية، تحدثوا عن ضرورة يعني التعامل مع العملة الإيرانية، السوق الإيرانية، الخدمات وإلى آخره، وما يرتبط بمعاش المواطن الإيراني الذي يجد نفسه تحت وطأة الحصار لفترة طويلة من الزمن. صحيح أن المواطن الإيراني قد اعتاد وتعايش مع وضعية الحصار، لكن تبقى الحالة الاقتصادية هاجس لدى هذا المواطن. على المستوى الآخر، ثورية هذا المواطن وإيمانه بالنظام الإسلامي، طبعا نحن نتحدث عن نسبة مشاركة وصلت في الانتخابات إلى 49% في انتخابات سابقة وهي الأقل، يعني هسه هذه النسبة 49، نصف المواطنين هم موجودين، إذا ما استثنينا بعض الفئات وإلى آخره نستطيع أن نقول أنها نسبة مقبولة جدا ومثالية فيما يتعلق بقضية تحديد من سيكون صاحب القرار والكلمة في الانتخابات الرئاسية. إذا نحن أمام هذا المشهد، خيارات المواطن الإيراني تميل إلى أن تكون إيران، والشعب الإيراني يرى ذلك ويقدر ذلك، أن يستمر النظام الإسلامي بهذه الروحية وبهذا التقدم. اليوم خرج من تحدي، والتحدي هو فقدانه للرئيس بحادث، ويعني الكثير ممن شككوا بقدرة إيران على الاستمرار وأن تحافظ على وجودها وعلى مركزيتها وعلى محوريتها. واليوم نصل إلى هذه المرحلة اللي هي خلينا نقول مرحلة فاصلة وبداية جديدة للشعب الإيراني في تحديد من سيقوده، وينظر لهذا النظام وهذه الجمهورية على أنها تمثله، والشعب الإيراني يعي جيداً
وهو معتز بنفسه وبقوميته طبعا. ومعتز بإسلامه ومعتز أيضا بثوابته، يجد أنه على قدر عالي من التحدي وقدر عالي من المسؤولية ليجل أن يقول كلمته. ولذلك الملفات الهامة على مستوى السياسة الخارجية التي تجلب له الخير وتضع إيران بلد كريم، وهو يشاهد اليوم أن المنبطحين وأولئك المنساقين خلف السياسة الأمريكية هم في وضع الذلة. الشعب الإيراني شعب كريم ولديه من العزة والكرامة والشخصية ما يجعله يبتعد عن اتباع الأعمى للولايات المتحدة الأمريكية، وهو يريد طبعا في العلاقة مع أمريكا حتى الإصلاحيين نعم. هم لا يريدون لإيران أن تكون تابعة بأي حال من الأحوال، هم يريدون علاقة مع الأمريكيين قائمة على الاحترام. لكن إذا ما أردنا أن نجيب، وهذا السؤال يجيب عنه الأصوليين، يقولون هل إن أمريكا طرف موثوق حتى نتعامل معها؟ بالتجربة وطوال سنوات من عمر الثورة الإسلامية لم تثبت أمريكا ولو لمرة واحدة مصداقيتها وشعاراتها في التعاطي مع الثورة الإسلامية وحقوق الشعب الإيراني. إذن كيف أنا مطالب أن يعني أكون شريك ويمد يدي للأمريكيين وهم يتعاملون بهذه الطريقة ولا توجد مؤشرات حقيقية من الأمريكيين على أنهم ينوون أن يكونوا طرف محترم ملتزم بتعهداته ويعامل الشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية على أنها ند؟ أمريكا نعم. تريد أتباع، تريد أن تضمن هذه المعادلة وهي التدخل في كل وقت وحين وحماية أمن الكيان الصهيوني. ولذلك قضية ثوابت الثورة الإسلامية هي اليوم أيضا في نظر أو تحت نظر الشعب الإيراني المسلم الذي يريد أن تكون علاقة متوازنة حقيقية قائمة على الاحترام. ما إذا ما أثبتت أمريكا ذلك، وهي لم تثبت ذلك حتى في السباق الرئاسي الأمريكي اليوم يتحدث المرشحين عن دعم كيان الصهيوني والحديث عن خطر إيران. يعني اليوم حتى الأمريكيين في سباقهم الرئاسي يركزون على قضية التماهي مع الكيان الصهيوني وأن الخطر في منطقة الشرق الأوسط والعالم هو إيران. إذا كيف نستطيع أن نتعامل معها؟ هذا ما يقوله الإيرانيين، وهم يركزون بالتأكيد على من يجلب لهم الاستقرار السياسي الخارجي ويحسن الوضع الاقتصادي، وهذه أهم مطالب الشعب الإيراني. نعم، أنتقل الآن إلى الدكتور عباس من طهران. دكتور عباس نرحب بك من جديد. شكرا جزيلا، أنا معك. نعم دكتور، مركز متى للدراسات نشر، مركز متى الإيراني نشر بعض الاستطلاعات الرأي وعمل إحصائيات أنه ذكر أنه الذي سيكون متصدرا بهذه الانتخابات هو مسعود بزشكيان ب 24.4%، بعد محمد باقر قاليباف ب 23.4%، والثالث سيكون سعيد جليلي ب 21.5%، وبعد إبراهيم حسين هاشمي ب 4.5% وهو انسحب من الانتخابات، علي رضا زاكاني 2.4% وأيضا هو منسحب. الأقل بالاستطلاعات هو مصطفى بور محمدي ب 2%. تتفق بعض الشيء مع هذه الأرقام؟ أنا أريد أن أؤكد على أولا ما قرأته على لائحة التلفاز على الشاشة، أنا هي بحاجة لم تكن دقيقة حتى نكون دقيقين نحن، لم تكن دقيقة، وهناك بعض الأخطاء يجب تصحيحها. يعني أولا السيد مسعود بزشكيان لم يدخل المعترك الانتخابي لأول مرة، هو يدخل على مستوى الرئاسة هذه المرة الأولى، وهو يعتبر ذكرنا السيد مسعود بانتخابات برلمانية شارك وليس رئاسية. نعم 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 البرلمانية نعم أنا ذكرنا البرلمانية القديم. هذا الإعداد موجود، ليس لن نقول أنه شارك بانتخابات رئاسية برلمانية. تفضل. وهو أساسا لم يكن بالمعنى بالمفهوم التنظيمي، لم يكن إصلاحيا أبدا، هو حتى في هذه المناظرات أكد بأنه هو أصولي ذات ميول إصلاحية، يعني يحب الإصلاح ولكنه أصولي، وبالفعل هو رجل أصولي مؤمن بكل ما يملك من قوة. بالنسبة لا نريد أن نتحدث عن شخص، ولكن حتى نصحح المفاهيم، هو أصولي بامتياز، يؤمن بأهداف الثورة، وأساسا مجلس صيانة الدستور تؤكد على هذه الأمور، وإذا لم يكن خارج دائرة الثورة الإسلامية، وهذه نقطة مهمة ربما لكل المرشحين. أرجع وأؤكد بأن القراءة التقليدية لن تعطي الدقة الكاملة لما يحدث في إيران اليوم. القراءة التقليدية للمعسكرين
النقطة الثالثة، هناك يعني استطلاعات متعددة وكثيرة ومبرمجة وعفوية وفي نفس الوقت استطلاعات دقيقة. الاستطلاعات الدقيقة والمراكز الموثوقة والتي لها باع في مجال الاستطلاعات تؤكد منذ البداية لحد الآن، ونحن حسب قراءتي أنا في الشارع الإيراني اليوم يعني لحد هذه الساعة أؤكد على هذا الاستطلاع الذي أو نتيجة هذه الاستطلاعات الموثوقة بأنه الخيار الأول لحد الآن لحد هذه اللحظة هو السيد مسعود بزشكيان، الثاني جليل جليلي، والثالث هو قالبا. الآراء الفاصل تقريبا يعني فاصل شبه كبير بين الأول والثاني والثالث، ولذلك ربما الانتخابات تصل المرحلة الثانية. ولكن النقطة الأهم بعد هذه الساعة، من هذه الساعة وصاعدا حتى أواخر ساعات آخر هذا النهار، كم نستطيع نحن أن نأتي بهذه الفئة الرمادية إلى الميدان. هذه دائما في الساعات الأخيرة تدخل وتغير كثير من هذه الاستطلاعات وهذه التكهنات وهذه القراءات، يعني ربما تعمل مفاجأة كبيرة. هذه نقطة مهمة ومؤثرة. هذه الفئة ستضغط الآن، وأنت قرأت يعني البيان الأخير لوزارة الداخلية، هذه ستؤثر وستفرض على وزارة الداخلية بتمديد مكرر لوقت الاقتراع، وهذا بسبب وخاصة الآن حار في كثير من مناطق إيران وخاصة طهران، ولذلك طبعا مش مثل حر العراق. لا ماكو تشابه، احنا خمسينات، ما توصل بإيران خمسينات. نعم أكيد. ولهذا هم الآن يدخلوا بقوة في بأعصاب هادئة، يدخلوا بعد هذا التردد الذي كان يسوقهم، فهذا يدخل الحقيقة بشكل كبير صناديق الاقتراع ومراكز الاقتراع، ويغير كثير من هذه المفاهيم أو هذه التكهنات التي كنا نبني قراءتنا عليها. ولذلك يجب أن ننتظر الساعات المقبلة القليلة المقبلة. يعني دكتور عموما نتفق على شيء واحد، ممكن يعني تقريبا بنسبة كبيرة وكبيرة جدا هناك جولة ثانية. أنا أقول إذا كانت هناك جولة ثانية بالتأكيد، هذه قراءتي، إذا لن تحسم الأمور في الجولة الأولى، في الجولة الثانية سيكونان منافسان قويان، جليلي ومسعود بزشكيان، وهذه المنافسة ستكون قوية. قسم من كثير من آراء الدكتور من آراء قالبا ستصب في سلة مسعود بزشكيان، وأتصور النتائج عند ذلك تحسم لصالحه. يعني دكتور، يعني الآن اللي أفهمه من عندك أنه مسعود بزشكيان ممكن هو ضمن الذهاب إلى الجولة الثانية، المنافسة على الاسم الآخر من ينافسه بين قاليباف وأيضا سعيد جليلي. المنافسة الآن قاليباف أصبح في المرتبة الثالثة، وأتصور إذا كانت هناك جولة ثانية بالتأكيد سيكون الجولة الثانية بين الحائزين الأكثر أصواتا، وهو السيد جليلي والسيد بزشكيان. نعم، كل تحية والشكر لك الدكتور عباس خاميار من أكاديمي وباحث سياسي من طهران. طبعا أحبة المشاهدين، مثل ما تشاهدون الآن هذه هي الصور مباشرة من الجمهورية الإسلامية في إيران بالانتخابات. حقيقة هناك كثافة كبيرة جدا، وخاصة من العنصر النسوي في هذه الانتخابات. شاهدنا صور انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي على العدد الكبير جدا في المحافظات الإيرانية وفي العاصمة طهران. حقيقة كان أول
المصوتين هو الإمام الخامنئي اللي دعا إلى مشاركة كبيرة ومشاركة فاعلة، وذكر أن المشاركة الكبيرة في أي انتخابات تجرى في الجمهورية الإسلامية في إيران هي مدعاة فخر لكل الإيرانيين. طبعا أحبة المشاهدين، كل التحية والشكر للأستاذ كاظم الحاج الباحث بالشأن السياسي، والأستاذ سعيد البدري محلل سياسي، وأيضا شكرا للدكتور عباس خاميار الباحث والأكاديمي باحث سياسي من العاصمة طهران. انتهت الساعة الأولى من تغطية قناة الأيام الفضائية حول الانتخابات الرئاسية الإيرانية، انتظرونا بالساعات القادمة، هناك الكثير من التفاصيل التي تخص هذه الانتخابات. إن شاء الله يكون يوم انتخابي جميل في الجمهورية الإسلامية في إيران ويمر بسلام. وحقيقة يعني الجميل، كثير من البلدان اتجهت نحو الحرية والديمقراطية باختيار ولاة الأمر، إلا بعض الدول بعد خطية عايشة بالعصور الوسطى. نلتقيكم بتغطيات أخرى، إلى اللقاء.